السلام عليكم، المكاوي محمد امين، مدير مؤسسه تعليم السياقه، وكذلك الناطق الرسمي للمرصد الوطني لمدارس تعليم السياقه وقانون السير والسلامه الطرقيه بالمغرب. كيف ما كيعرف الجميع هو انه المغرب كيشهد واحد الانتقاله، ولا كما كنقولوا حنا واحد لا ريفورم ديال بنك الاسئله، يعني واحد التنزيل ديال بنك الاسئله الجديد. هذا التنزيل ديال بنك الاسئله كان نهار 25 في شهر 3، يعني تم تنزيل بنك الاسئله الجديد. مع الاسف الشديد رغم عده اجتماعات ورغم عده يعني جلسات مع الاداره والجهاز الوصي، وكنا كنطالبوا منهم باش انهم يعطيونا واحد ليكزامان بلون، يعني باش اننا نحاولوا نكونوا دوك لي كونديدا واننا نعطيوهم واحد النسخه مصغره، واخا تكون غير الطريقه ديال الاسئله كيفاش غيكونوا، يعني لا فوا اوف ديال السؤال اللي غيلقاو في الامتحان كيفاش، لي زيماج كيفاش كيكونوا، كذلك باش اننا نحاولوا نحافظوا على السمعه ديال المغرب ديالنا فيما يخص مؤسسه تعليم السياقه. حنا كنعرفوا بالله الرخصه ديال تعليم السياقه راه ماشي غير وطني، وانما ولات دوليه، راه عندنا حنايا اتفاقيات مع دول اخرى، اللي هذيك الدول بغات تغير مجموعه من الاتفاقيات وكتسنى لنا غير الخطا. ملي كنجيو ديجا حنا عندنا التشكيك في المصداقية ديال الامتحان النظري، كيف يعقل على أننا حنايا كنواجهوا عدة إكراهات، وحنا دائما متجندين وجنود مجندة تحت رعاية السامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس صلى الله بأنه خاص تكون ليماج ديالنا نقية، كتجي الجهاز الوصي وكيدير لنا تغيير بنك الأسئلة، كيعطينا واحد بنك الأسئلة اللي كيتم التنزيل ديالو في 25، مع الأسف الشديد كيعطينا بلا نسبة النجاح ديالو، نسبة النجاح هي 1% ولا 2%، وكاين بعض المراكز اللي فيها 0%. إذا واش 0%؟ كاع هاد المؤسسة ديال تعليم السياقة ما صالحينش، إذا الناس اللي خداو عندهم غير اون سومين دابا قبل خداو عندهم رخص السياقة، إذا خصنا نسحبوهم ليهم. إذا الناس اللي تكونوا عندهم بحال حنا عطينا الفضاء الطرقي، واحد الناس اللي خداو البيرمي قبل بنك الأسئلة غير صالحين، إذا بحال حنا كنخرجوا القتلة. إذا هنا وكنعاود نأكد على واحد المسألة، راه ليماج ديال المغرب ديالنا كان في من الاشياء اللي حنا كنا كنحثوا عليها انه ما يمكنش نضربوا راسنا بيدينا. واش ملي كيقول لك الاداره راه سيستم ديناميك ديال الرخص السياقه، راه يقدر يكون الاسئله سهله ومتوسطه وصعبه، قلنا لهم عطيو الاسئله السهله حتى يستانسوا بهم الناس ويبداو يشجعوا لنا بعدا غير لي كونديدا. جيتوا بين عشيه وضحاها درتوا واحد النسبه اللي كانت هي منعدمه وكانت كاتاستروفيك. اليوم كاين واحد الشويه ديال الضوء لانه تم تحيين بعض الاسئله، ولكن ماشي هذا هو الحل. الحل هو انه اشنو هو الاكراه اللي كاين عندنا كمؤسسات؟ الاداره الوصيه ما قامتش في الدور ديالها بصريح العباره، لانه ملي غادي نقولوا حنا ابسط الاشياء اللي غنتكلموا عليها، هو المهني المدرب ديال تعليم السياقه راه ما عندوش، كنقولوا ما عندوش الاهليه الان بالنسبه للناس اللي انتهت لهم البطاقه ديال مدرب تعليم السياقه، لانه من اجل التجديد ديال البطاقه ديال مدرب تعليم السياقه خاصك واحد التكوين مستمر. هذا التكوين الاداره ما وفرتوش لينا، ما وفرتش لنا التكوين. إذا أنت وليتي كدير أنتيا غير اجتهادات شخصية. إذا واش كنزلوا حنايا تنزيل بنك الأسئلة قبل ما نكونوا حنا عندنا لي مونيتور والمدربين نديروا لهم تكوين؟ ما يمكنش. راه كيخصنا نوجدوا اليد العاملة، نوجدوا لي مونيتور عاد باش نعطيهم يكونوا الناس. بيان سيغ مضرورين، لأنه شوف خاصك تعرف واحد المسألة، شي حاجة ملي كانت التعديل والتغيير ملي كانت تنزيل ديال المكنانة في 2004 راه ما كانتش كاتاستروفيك بحال هكا، ما كانش هذا الإجراء بحال هكا، وخير ذلك هو أنه ديك الساعة كانت إجراءات اللي كانت تحفيزية اللي كانت كي غاسيغي المجتمع المغربي. كانت ديك الساعة كتقول لنا بأنه راه عندك واخا تسقط المرة الأولى والثانية غيزيدوك الثالثة ويزيدوك ماشي مشكل، كانت كتقول لك بأنه هاك هاد ليكزامان بلون خدم عليه راه غتلقاه بحالو في الصوت وفي ليماج. ما كندويش على لو كونتينيو، كندوي على الصوت وليماج. دابا ما عطاو والو، الناس كيمشيو كيسمعوا واحد الصوت وليماج في البيرو في شكل، دابا ولاو كيلقاو واحد الصوت وليماج اخرى، كيلقاو اسئله مختلفه، الناس كيدخلوا المساكن كلشي ساقطين باش توصل. شوف شوف حنا كنحبوا بلادنا وكنغيروا عليها، ولكن باش تقول لي تعطيني نسبه النجاح 0% راه لا يعقل. راه انت كتضرب راسك كجهاز وصي. هاد نارسة راه دارت واحد المساله اللي هي ما كانتش ما حسباتهاش، لانه شوف انت ملي كيقول لك كلكم راعين وكل راعي مسؤول عن رعيته، انت ديك الرعيه اللي عندك الا كنتي انت عارفه ما كتسواش خصك تحاول تصلحها بشويه بشويه، ماشي تمشي تجيها بين ليله ونهار. البارح كان عندنا نسبه النجاح 90%، اليوم عندنا 1%. ما يمكنش ما يمكنش. هنايا راك انت كتضرب ليماج ديال البلاد اللي كاينين الشرفه كيجري ويجاريو باش انهم يحسنوا هاد ليماج، انت كتضربها في جوج دقائق. اذا هاد الناس اللي مسؤولين في لانارسا خصهم يتحاسبوا، خصهم تكون عندهم راه مسؤوليه محاسبه، لانه حنا ما بقيناش كندويو على المهنه ديالنا. المهنه ديالنا حنا كتاكل بها طرد الخبز، كتخدم فيها، كدير بها اللي عليك. كاين الناس اللي 40 عام في هاد المهنه، ولكن ملي كتجي سابقه في التاريخ
انه المغرب كيولي عنده نسبه النجاح 0%. واش هذه مقبوله؟ واش جلاله الملك غادي يثق بحال الاخبار غيسمعوا غيقبلوا؟ واش تقول لي 0%؟ راه ما يمكنش. واخا يكون السيد اللي جاي داير لي عصابه على عينيه، هذه راه سابقه. شي هذه نار خاصها تدخل للتاريخ، ولكن من الباب الاسود، بانه انت يا كلاسيتي العديان ديالنا للدول الاخرى اللي كتسند تشفى فينا، وانها راه عندنا نسبه النجاح في الامتحان النظري 0% ولا 1%. راه لا اله الا الله.